اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي لاعبه فريق 2008، اثنين من النجوم ان شاء الله اللي بينتظرهم مستقبل كبير مع النادي الاهلي. نرحب في البدايه بمهند الشامي. منور يا كابتن مهند. نورك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله، شرف ليا ان انا قاعد مع حضرتك. اهلا وسهلا، اول مره في قناه الاهلي؟ الحمد لله. ايضا معانا مدافع فريق 2008 حمزه الدجوي. منور يا حمزه. حبيبي يا كابتن، بنورك. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. اول مره في قناه الاهلي؟ ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله تكونوا انتوا ايه؟ نستضيفكم انتوا في الدرجه الاولى باذن الله. ان شاء الله. طيب نبتدي مع مهند، بقالك كام سنه في النادي الاهلي يا مهند؟ بقالي 7 سنين الحمد لله. عايزك تعرف الناس بنفسك، يعني مركزك، بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ مين اللي جابك النادي الاهلي؟ انا بقالي 7 سنين في النادي الاهلي، الكابتن هشام جعفر اختارني في الاختبارات. وبعدين كملت سنتين مع كابتن عصام صلاح. وبعدين الكابتن احمد صديق جه، اخذنا سنه معاه، اخذنا الدوري فيها. وبعدين كان قبلها كابتن اسامه، خدنا خدنا الدوري برضه. وبعدين بقى بعدها كابتن علاء. وبعدين الفتره دي كانت في لخبطه، فمسكنا مدربين او ثلاثه في السنه، كابتن تامر طلعت وكابتن تامر حسن. وبعدها دلوقتي مع كابتن بيوم. كابتن بيوم، قول لي، فريق 2008 ما شاء الله هو فريق من الفرق الجيده في النادي الاهلي وفيها مواد، مين المدرب اللي في المسيره كده وانت بتتكلم يعني علم معاك ويعني وتعلمت منه كتير؟ والله كلهم، كل مدرب باخد منه خبره، كل مدرب باخد منه معلومه. كلهم اثروا فيا وخدت من كل واحد معلومه. بس تمام. حمزه، عايزك تعرف الناس بنفسك برضو. انا حمزه الدجوي، ومركزي سيرد باك، وساعات بلعب سته. وبقالي في النادي الاهلي 5 سنين، خدت طبعا عن طريق الاختبارات، واللي اختارني كان كابتن جمال السيد. وكان ساعتها اللي مسكنا كابتن عصام صلاح. كابتن عصام صلاح. طيب يعني مين برضو المدرب اللي اتعلمت منه كتير في مشوارك في 5 سنين مع النادي الاهلي؟ والله انا كلهم اتعلمت منهم طبعا. كلهم ادوني حاجه مميزه، اتعلمنا منهم حاجات كتيره، وكله يعني اثر فينا وكان بيقول لنا معلومات فادتنا طبعا في المسيره اللي احنا فيها. الحمد لله. مهند، ما شاء الله في المشوار الدوري في 2008، عايزك تكلمني برضو يعني ايه المباراه الصعبه اللي كانت مع عندكم في الدوري؟ اكيد الزمالك، عشان ماتش ديربي وماتش جمهوري. واحنا بنبقى واخدين ثقه زياده، عايزين نكسب، عايزين نشرف القطاع، عايزين نشرف النادي الاهلي. المباراه اللي بتكون في الزمالك ولا المباراه اللي بتبقى عندكم في مدينه نصر؟ لا احنا ولا الماتشين؟ الماتشين اصلا من بعض بصراحه. يعني دايما بتعملوا حساب لمباراه الزمالك؟ بناخد المباراتين بنفس الروح، بنفس الثقه، بنفس الاداء، بنفس كل حاجه. عشان المكسب، النادي الاهلي ربنا على المكسب على طول. تمام. السنه دي برضو كان في المباراه الاخيره واحنا بنذيع مباراه الاهلي والمقاولين، كانت 2007، انتوا الاثنين لعبتوا فيها. صح، بدانا احنا الاثنين الحمد لله لعبنا 90 دقيقه. وادينا باداء كويس، وانا كنت سبب في اسيست من اول جول، عملت الهدف اللي كان بالعرضيه، فتحت الماتش والحمد لله لاحمد الشيخ. الحمد لله ادينا اداء كويس لحد الدقيقه 90، وخدنا البطوله لثاني مره مع 2007 الحمد لله. تمام. شعوركم ايه بقى لما كابتن اسامه زكي جابكم وقال لكم انه هتصعدوا وموجودين كمان في التشكيله الاساسيه؟ الحمد لله، ده ثاني سنه على التوالي نصعد مع 2007، وتاني سنه ناخد البطوله معاهم. الحمد لله كنا واخدين الثقه من قبلها، كابتن بدر والكابتن محمد شوقي والكابتن وليد كانوا مدينا الثقه. والحمد لله ادينا وعملنا اللي علينا وشرفناهم. بص اللقطات معانا مهند وانت بتتكلم، دي انت مركزك طبعا باك ليفت، دي بعض اللقطات ليك في ماتشات الدوري صح كده؟ ايوه. قول لي كده واحنا بنعرض اللقطات، كلمنا بقى اللقطات دي كانت في مباريات ايه؟ ده اسيست لبلال عطيه في ماتش الاسماعيلي. الاسماعيلي انتوا كسبتوه في مدينه نصر؟ كسبنا 4 4 وكسبتوا اسماعيلي في اسماعيليه 6 يعني الماتشين مجموعهم 10. طيب كلمنا، ده كان الهدف ده كان في مباراه ايه؟ ماتش اسوان، ضربه جزاء. انت المتخصص ولا بلال عطيه؟ هو كان فاول السنه بلال لما اتصاب. كنت ايه الهدف الحلو ده؟ انت كمان في الكرات الثابته. الكرات الثابته. كان ده كان ماتش لافينا في هناك عندهم، كان ماتش صعب. كنا كسبين 1-0، كنا محتاجين الهدف ده عشان نستريح وكده. الحمد لله ربنا وفقني وجبت الجول. عايزين يا جزار نعرض الهدف ده تاني، يعني هدف من الاهداف الحلوه خاصه الكرات الثابته. كنت بتتمرنوا على الكرات الثابته دي؟ كابتن بيومي قبل كل ماتش وهو كابتن وائل بياخدونا ناس معينه تنفذ الخطط وجمل دايما بعد بيوم التراي ماتش كده. ننفذ جمل ويحفظونا والحمد لله بنشتغل في الهدف معانا.
حاططها حلوه في زاويه الزاويه اللي ورا ورا الحيطه وراها. شاف اللعيبه كمان والفرحه والاحتفال. انت رايح تحتفل مع كابتن بيومي، كابتن بيومي والجهاز الفني حمزه، كان شعورك ايه برضو لما لعبت مع الفريق 2007 وانت متصاعد، وانت فريق 2008 وكابتن اسامه بياخدك وبتلعب اساسي وكمان بتصنع هدف مهم جدا لاحمد الشيخ في بدايه المباراه؟ طبعا كان شعور حلو قوي، وكان طبعا كان عليا مسؤوليه ان انا ارفع راس كابتن اسامه زكي، ان هو باين وابين للناس اللي هو مش مصعدني اي حاجه. الحمد لله عملتها والاسيست لاحمد الشيخ وفتحنا الماتش وجبنا الجون الثاني والثالث، والحمد لله خدنا البطوله. ده من اللقطات الحلوه انت ما تنساهاش. طب قول لي، لما عرفتوا ان المباراه مذاعه وده يعتبر يعني اول مره نزع لكم وانتوا صعدتوا، احنا ما زعناش ل 2008 صح. السنه الجايه ان شاء الله هنزع لكم مباريات كتير ان شاء الله، لكن كنا بنزع 2007. شعورك بقى وانت 2008 ومتصعد مع 2007 والمباراه مذاعه وانت مركز ومعانا المباراه كمان اتفضل. طبعا كان شعور حلو يعني اول ما عرفت ان المباراه مذاعه. ده الهدف معانا اللي انت صنعته. صح كده، كانت كره ثابته ولفيته وعملتها بشمالك حلوه قوي. صح، اتفضل. ده جون كنا بنلعب مباراه وديه ماتش العلا وشطها والحمد لله جت جون. ما شاء الله، ده هدف من الاهداف الحلوه. يعني كمان انت رجليك تقيله كمان. الحمد لله. وده جون في انبي. كانت ضربه جزاء، ده كان اول جون جبناه. يعني لما مدافع ويسجل بتبقى برضو حلوه. انا الحمد لله مسجل في الدوري 6 جوان. 6 جوان وانت بتلعب مساك ورا مدافع. بتبقى كرات ثابته ولا ضربات ولا ضربات جزاء ولا بتبقى كرات ثابته؟ وطبعا يعني منهم شويه طبعا مهند هو اللي بيعملهم لي. فبسجل جوان. يعني بتبقى تطلع. ده شفت هدف محمد عبد المنعم في نهائي افريقيا السنه اللي فاتت امام الوداد؟ شفت الكره الثابته لما طلع ولعبها؟ محمد عبد المنعم طبعا لعيب كبير وبيكسب الاهلي بطولات كتيره. وانا طبعا بتعلم منه، هو مثل الاعلى. محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كويس. محمد عبد المنعم خلي بالك هو يعني يعتبر برضه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكان زيكم وطلع واحد من ابناء النادي الاهلي.